بطولة دوري نجوم كيومبي في موسم 2020-2021. من يرفعه؟ اللي يرفعه هو الزعيم، الزعيم باللقب الخامس عشر على مستوى بطولة الدوري، الزعيم باللقب الخامس والسبعين في تاريخ هذا الفريق، في إنجازات هذا الفريق، في ألقاب هذا الفريق. مرتد، شوف شوف اسماعيل، اسماعيل اسماعيل يعدي، لكن هذا عفيف، يشوف اسماعيل، الله أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي ترصد أجندة الموسم الجديد لدوري نجوم QNB لكرة القدم 2021-2022. موسم سيكون استثنائيا لتزامنه مع استضافة نهائيات كأس العرب لكرة القدم فيفا قطر 2021. الدوري في إطلالته الجديدة ينطلق في 11 من شهر سبتمبر المقبل، ومباريات الجولة الافتتاحية تقام على مدار يومين اثنين. خريطة والطريق التي كشفت عنها مؤسسة دوري نجوم قطر QSL حددت 17 من شهر مارس المقبل موعدا لختام الموسم. هذا وتحفل الأجندة ب 132 مباراة على مدار الموسم. في سياق الكشف عن الخارطة الكاملة للموسم الجديد، أشارت مؤسسة دوري نجوم قطر إلى أن جدول المباريات قابل للتغيير أو التعديل، وذلك بناء على مستجدات متعلقة بمسابقة دوري أبطال آسيا. حددت الأجندة 4 ملاعب ستؤمن استضافة مباريات الدوري حتى منعطف الجولة 9، على أن يحسم أمر ملاعب الجولات الأخرى في وقت لاحق وبالتنسيق مع الجهات المختصة. ملاعب والأمتار الأولى هي ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، سعود بن عبد الرحمن بنادي الوكرة، حمد الكبير بالنادي العربي، وملعب والخور في المدينة الساحلية. في انتظار ضربة البداية، هذه إطلالة على أهم منعطفات الموسم الجديد. الزعيم السداوي سينطلق في رحلة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري بمواجهة قوية منتظرة أمام شواهين السيلية، وموعدها 12 من شهر سبتمبر المقبل. الأنظار تتجه أيضا في هذه الجولة الافتتاحية صوب العائد من جديد إلى الأضواء، فريق الشمال الذي يحل ضيفا على فهود الغرافة في رحاب ملعب ثاني بن جاسم. كلاسيكو الكرة القطرية بين القطبين السد والريان منتظر في ثالث جولات المسابقة، كما تشهد الجولة 8 كلاسيكو آخر بين العربي والريان. أما قمة السد والدحيل التقليدية فسيكون العنوان الرئيس للجولة 9 من الموسم الجديد. سيكون شهر مارس المقبل موعد ختام الدوري، توقيت يمنح منتخبنا الوطني مساحات زمنية مهمة لترتيب صفوفه في الطريق نحو افتتاح المونديال هناك في قلب ملعب البيت بمدينة الخور. ختاما، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، وعودة الآن لهبة وعبد الرحمن. شكرا لكما سمية وعبد الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذه النافذة التي ترصد استعدادات مؤسسة دوري نجوم قطر لكرة القدم لإطلاق الموسم الجديد. فرضت التحديات المرتبطة باحتضانة دولة قطر لحدث كأس العرب نهاية العام، فرضت إقامة الموسم لمدة 8 أشهر. المدير التنفيذي لمسابقات وتطوير كرة القدم في مؤسسة دوري نجوم قطر أحمد خليل عباسي أكد أن الموسم الكروي الجديد سينطلق في سبتمبر المقبل، ويختتم بكل مسابقاته بما فيها كأس سمو الأمير المفدى مع بداية شهر أبريل 2022. وأضافت أنه من حق الأندية إقامة معسكرات خارجية مع الالتزام بالتدابير الاحترازية في مواجهة هذه الجائحة. بعد تحديد الإطار الزمني للانطلاق موسم وختامه، تترقب الأندية رزنامة المسابقات بهدف تحديد أولوياتها.
تمهيدا لإنجاح مهمة منتخبنا الوطني في الاستحقاق المونديالي، تقرر منح الأدعم الأولوية الكاملة، وذلك بتمكين اللاعبين من التفرغ للاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة. ويأتي في مقدمتها كأس العرب ابتداء من 30 نوفمبر. هذا ويفرض الحدث الذي ينظم ولأول مرة تحت مظلة الفيفا، يفرض تحديا يتجلى في تحديد ملاعب مباريات موسم المقبل. خلال حديثه عن الموسم الجديد، أكد المدير التنفيذي للمسابقات وتطوير كرة القدم في مؤسسة دوري نجوم قطر أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بالمستويات الفنية والاحترافية للكرة القطرية، وهذه أبرز الآفاق. دراسة عدد الأندية المشاركة في الدوري بهدف رفع المستوى التنافسي وتقديم كرة قدم عالية الجودة، ووضع آلية ونظام لبحث واكتشاف اللاعبين والمدربين وتقديم أدائهم بشكل علمي مدروس، هذا فضلا عن وضع آليات جديدة لعقود المدربين واللاعبين، وذلك لتوسيع دائرة الاحتراف بانضمام أندية دوري الدرجة الثانية إلى مؤسسة دوري نجوم قطر. ضمن الخطة الاستراتيجية الخاصة بعملية تحسين الأداء في البطولات المحلية، أكد السيد أحمد خليل عباسي الانتهاء من دراسة تطوير الدوري ورفعها للاعتماد النهائي من طرف الاتحاد القطري لكرة القدم. ختاما، شكرا على حسن متابعتكم، وهذه عودة الآن إلى الزملاء لاستكمال نشرة التاسعة. الزعيم لا يشبع من الزعامة، والدحيل يبحث عن أول أهداف اللقاء، وهداف آسيا الأول، هداف آسيا الأول يسجل الهدف الأول. واسأل حتى نجوم الليل، يمكن اللي يقدر على الزعيم هو الدحيل. في الآخر هنعرف، في الآخر هنقرر. نعم، يتقدم الدحيل بأول أهداف اللقاء في مرمى الزعيم. الزعيم الذي لا يشبع من الزعامة، والدحيل الذي يسجل في مرمى الزعيم على أمل. خوخي والتسديدة القوية، الله، الله الله الله، هذه لم تكن تسديدة بل كانت قذيفة يا أبو علام. نعم، يمينية قوية في غاية القوة كانت هنا تشعل حماس المدرجات بالنسبة للجماهير السدوية. الله 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 الله، هذه أقوى الحراس، لا يردها يا صلاح.